ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن؟ يعني يمشي وراء الكتاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على نظام الكتاتيب المصرية السابقة. من العلماء من يمنع ذلك ويقول أن هذا هو هذا تشبه باليهود، وإذا رأيت اليهود تجدهم يهتزون اهتزازات شديدة عند قراءة التوراة. فمن العلماء من منع لذلك وقال لم يرد هذا عن النبي عليه السلام. ومن العلماء من قال إن كان مساعدا على تذكر القرآن المنسي وأنت ماشي وراء فلا بأس للتسميع، والله أعلم.